معايا اللاعب حسام بشرى لاعب نادي الولاديه، بنرحب بيك ونقول لك الف مبروك النهارده الفوز اول 3 نقاط في صراع الترقي. كلمنا عن مباراه النهارده يا كابتن. اهلا بك كابتن اشرف، والحمد لله احنا بنبارك لجمهور الولاديه اللي وقف معانا النهارده، والحمد لله على اول مكسب. ان الماتش اللي فات كانت عندنا ظروف، الحمد لله ان هي عدت يعني، والنهارده اول مكسب لينا، وان شاء الله نكمل في اللي جاي باذن الله. الماتش اللي جاي صعب مع بوتيج، فبوتيج ايه استعدادكم ليه؟ الماتشات كلها عندنا والله صعبه، ان شاء الله الماتش الجاي نركز ان شاء الله ونكسب.